بسم الله الرحمن الرحيم. معانا علبة الميكرويف لطهي الخفيف بدون دهون، يبقى احنا متفقين العلبة دي طهي خفيف بدون دهون. العلبة دي زاد الحركة السخونية اللي فيها، الغطا فيه هنا تهوية وهنا تهوية عشان نتخرج السخونية أثناء الميكرويف. هنا فيه تهوية خروج وهنا هنا وهنا. العلبة دي حجمها 775 ملي، ده شكلها من جوه. احنا مسمينها بقى دي علبة العيش، ليه؟ بتحطي هي تقريبا قد مساحة العيش البلدي، بتحطي الرغيف وتغطي، بيطلع طري وريحته طالعة من الفرن تماما. العلبة بتفتحيه هنا اهو مضلع علشان وانتي ماسكاها وانتي سخنة تتحكمي فيها تطلعي، ومتفقين لما يكون أي حاجة سخنة طالعة من الفرن بتفتحي كده عشان التخان ميطلعش عليكي. العلبة دي بقى قوية جدا لو بتعملي بيه بدون اي دهون، بيطلع تحفة وتاخد زي الكيك، بتعملي فيها كيك خفيفة، بتعملي خضار سوتيه، بتعملي بيتزا، بتعملي سخان العيش. علبة عملية جدا للميكروويف، هتسخني طبعا اكل فيها ممتازة، والحجم كبير زي ما شايفينه. طبعا علبة متميزة جدا عملية، وكمان فيها رباطة هنا ارشادات الاستخدام كلها وكل ادوات الميكروويف، على الغطاء كل الارشادات بتاعته. معانا الغطا ده النهارده في العروض بخصم قوي جدا، اخر يوم لعرضه اليوم. شكرا ستات الظاهر، شكرا ستات